طيب ده بيقول العصبجية قالوا بأن الشيخ ربيع لم يقل أنهم شيعة كما قلت، قال تاري كذب والله قال، وانت عارف انه قال. ولكن بلغني يقينا أن واحدا من هؤلاء أقسم يمينا غموسا وفيها كاذب كذبا لا تنتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان، كذب على رجل من أهل السنة مقسما على كذبه في محفل يلقي فيه درسا، فلما انصرف رجع فقيل له يا فلان ولكن فلانا الذي أقسمت على أنه يفعل كذا أو يقول كذا لا يفعل ولا يقول يقينا، فكيف هان عليك أن تقسم؟ قال هو ذنب أستغفر الله منه لأصب الناس عنه. يا كذبة، اتقوا الله في المسلمين، دمرتم الأمة وخالفتم بين قلوب أبنائها وصيرتموها إلى الحزبية البغيضة سياسية ودينية، وصارت على شفا التقسيم، ولا يغرنك ما تراه من ظاهر قد يسر لأنك تعمى، فلا تنفذ عين بصيرتك إلى ما وراءه مما يضر، فالقبر له ظاهر من دونه يسر وراءه من ورائه من الجية والنثن ما يضر. وأبشروا أبشروا بدعوة الروافض إياكم لسب عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم وتكفير زوجاته ورميهن بكل قبيحة وتكفير أصحابه والتبرؤ منهم وعبادة المقبورين من دون رب العالمين. أبشروا بالتقية الدينية والتقية السياسية بالكذب الأصلع الأبلق، ولكنه يتجمل